احنا نبدا من بدايه تاسيس الكابينه الوزاريه للسيد السوداني، وهو حسب ما صرح اكثر من مره انه يبحث عن المكاسب بما يخص موضوع الفساد وضرب الفساد والفاسدين، وبدون شخصنة لموضوع انها يعني الانبار فقط. هنالك قبلها كانت صلاح الدين، وكانت صولة وجولة ايضا في محافظات الجنوبية من ضمنها ذي قار وميسان وايضا بابل. فالامر متعلق، بدأت من بغداد هذه العمليات الاستباقية بالنسبة للنزاهة الاتحادية، وايضا القضاء بدأت من بغداد وانطلقت الى المحافظات. فالامر يعني بعيد عن الشخص، أنا الامر يستهدف كل محافظة تكون فيها شبهة في الفساد، تحمل مبالغ ويعني أموال مهربة، يعني هذا تكون تحت تصرف النزاهة وتحت عين النزاهة بشكل واضح.